هاد القصة شذرت من حياتي، يعني هي أول قصة قصيرة، أو أن في الموجز القصصي ديالك يمكن تكلمنا على الموجز القصصي ديالك كامل. هي بالنسبة للمجموعة الإبداعية، مجموعة قصصية، أول مجموعة قصصية. عندي كتاب يتكلم عن السينما، وثائقي أصل السينما، فهو يحكي عن السينما منذ بدايتها، وخاصة عبر الفيلم الوثائقي. أما المجموعة القصصية فهي الأولى من نوعها، فهي تحتوي على 62 قصة قصيرة لمدة من الزمن، وأنا أكتب فيها، وأردت أن أدخل لهذا الميدان الإبداعي من بابه الواسع بكتابة هذه المجموعة التي تجمع عددا من التجارب الشخصية، والتي تتكلم عن بعض الأحداث الشخصية وعن أحداث ما يدور حولي، وكذلك هناك حكايات كثيرة من خيال المبدع. نعم، بالإضافة إلى اهتماماتك يعني الإبداعية والقصصية، هناك اهتمام بمجال السينما من خلال جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكا. كنعرفوا بأن خريبكا رائدة على مستوى الاهتمام بالسينما، وخاصة السينما الإفريقية. وركمت يعني تجارب، دارت يعني عدة تجارب إفريقية برزت في هذا المهرجان وأخذت إشاعها وانطلاقتها. بالنسبة لكم المهرجان الدولي في الوثائقي ماذا يضيف بالنسبة للسينما في مدينة خريبكا وفي يعني عموما على مستوى الإبداع السينمائي؟ كما ذكرت، فمدينة خريبكا رائدة منذ مدة طويلة بمهرجان السينما الإفريقية. أما المهرجان الذي حصل لي الشرف أن أكون مديره، هو مهرجان دولي للفيلم الوثائقي خريبكا، فهو خاص بالفيلم الوثائقي، فهي إضافة نوعية زيادة عن الفيلم الطويل الإفريقي والفيلم الروائي. فهناك نوع خاص وهو الوثائقي لكي يضيف واحد معلومات خاصة ومعلومات شاملة، لأنه أولا دولي، وكان حظى بمشاركة عدة دول إفريقية عربية أوروبية، كنا نحتفل هذه السنة بالدورة العاشرة. فهذه التراكمات جعلت مني كطبيب أن أدخل ميدان الفن والثقافة عبر الفيلم الوثائقي وعبر السينما، وكذلك بهذه المحاولة البسيطة عبر الشذرات من حياتي إلى عالم القصة القصيرة.